نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة ندوة فكرية حول الصحراء المغربية، السياقات التاريخية والرهانات المستقبلية، وذلك في إطار تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. المناسبات الوطنية هي فرصة نساعد الأجيال الصاعدة من أجل أن تستلهم منها المواقف والأمجاد الخالدة والبطولات. صحيح أن الجيل الذي يدرس اليوم في المدارس هو جيل لم يعايش المسيرة الخضراء خلافا لنا نحن، ولهذا هذا الجيل متعطش لمعرفة ما جرى، متعطش لمعرفة الخلفيات، متعطش لمعرفة التداعيات. وشكلت هذه الندوة الفكرية المنظمة بشراكة مع النيابة الجهوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مناسبة لاستحضار العبر الخالدة للمسيرة الخضراء، وكذا من أجل تعزيز قيم المواطنة وتجلياتها كرهان للحاضر وللمستقبل. وعرفت الندوة تقديم عدد من المداخلات حول الصحراء المغربية والسياقات التاريخية، وأساسا من خلال تسليط الضوء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975، والذي أثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة من قبائل الصحراء وملوك المغرب.